كتير هي المبادرات والمشاريع اللي انطلقت وخرجت بالفعل من قمة المناخ 27 من هنا من شرم الشيخ. لو هنتكلم طبعا عن تحالف القوى المدنية واللي أطلق بشكل رسمي أول أمس من هنا من المنطقة الخضراء، بكل تأكيد له رسائل كثيرة يريد إرسالها إلى الداخل وإلى الخارج أيضا. بالمناسبة هذا التحالف هو من مخرجات الحوار الوطني. طيب لماذا أطلق رسميا من هنا، وما هي المنظمات الموجودة داخل هذا التحالف، عددها، أنشطة التحالف بشكل عام، وكيف ستكون خلال الفترة القادمة؟ كل ده هنعرفه طبعا من الدكتورة شيماء القصاص، منسقة عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف إيه هو التحالف؟ هي الفكرة زي ما حضرتك قلت إن هي بدأت من مخرج لمجموعة من الموائد المستديرة اللي كانت باسم زاوية كوب 27 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكمان في إطار الحوار الوطني اللي أطلقه سيادة الرئيس. كان الهدف إن احنا نسمع كل أصوات الناس، احنا محتاجين إيه. فكان الهدف الأساسي إن احنا نبدأ نتكلم عن العدالة المناخية، فمن هنا أتت الفكرة إن احنا نطلق التحالف القوى المدنية من أجل المناخ. تحالف القوى المدنية من أجل المناخ بيضم مجموعة من المؤسسات الحاصلة على صفة مراقب من الأمم المتحدة UNFCCC. بدأ تأسيس جمعية تنمية وطن المجتمعات المحلية ومؤسسة مناخ أرضنا ومركز خدمات التنمية، بدر بالانضمام ما يقرب من 15 ل17 مؤسسة حصل على صفة مراقب، وده كان لهدف ان احنا يكون صوتنا واحد، ان احنا نحاول نوحد جهودنا، ان احنا نعمل دعوة وكسب تأييد للقضية اللي احنا بننادي بالعدالة المناخية. طيب دكتور، عايزين نعرف ايه الاجنده الخاصه بمجموعه القوى المدنيه هنا في كوب 27؟ ايه اللي بتقدموه؟ ايه الاطروحات اللي ممكن تكونوا موجودين بيها في كوب 27؟ هل تحضروا بعض الجلسات الخاصه مثلا بنقاشات ما؟ انتوا عندكم استعداد ان انتوا تكونوا ضمن هذه النقاشات؟ اكيد طبعا. هو كل المؤسسات زي ما قلت لحضرتك هي حاصله على صفه مراقب من UNFCCC، فبعضنا هيكون موجود في المفاوضات. بعض الجمعيات والمؤسسات لها اجنده خاصه بيها، وكل يوم في فعاليات في جناح المجتمع المدني والجناح الخاص بمصر. بعض المؤسسات عندنا كمان هتشارك في اعداد تقرير ورفعه بعد المؤتمر. كمان هيكون لينا مجموعه من الانشطه بعد كده هيشمل ان شاء الله المبادرات المجتمعيه، هندعو كافه الجهات المعنيه سواء مجتمع مدني او كافه الانشطه والمبادرات الشبابيه المعنيه بقضيه التغيرات المناخيه. عظيم. طيب نقطة مهمة بقى عايز اتكلم فيها مع حضرتك، كنت بتتكلمي دايما عن العدالة المناخية. احنا عارفين ان دي ظاهرة عالمية، لكن تأثيراتها بكل تأكيد هي تأثيرات محلية تؤثر اجتماعيا وانسانيا وتؤثر على كافة مناحي الحياة على الدول التي لم تشارك في تأثير هذه التغيرات المناخية او لم تشارك في التغيرات المناخية بشكل كبير. ازاي نقدر نحقق العدالة المناخية؟ وانتوا اول فعالية اطلقتوها كانت اول امبارح مظبوط، وكانت بعنوان معا لانقاذ الكوكب، انت تقدر تنقذ الكوكب، صوتك مسموع، شعارات كتيرة ناديتوا بيها، مردود هذه الشعارات؟ هو خلينا متفقين ان العدالة المناخية هي مرتبطة بحقوق الانسان المعنية بالتغيرات المناخية. مش كل الناس بتتأثر بالتغيرات المناخية على نفس المستوى، بمعنى ان احنا عندنا الناس الاقل ضعفا، عندنا الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، المراه، الناس دي بتكون اكثر تاثرا، ومش كل البلدان عندها نفس التاثر. فاحنا بننادي بقضيه التمويل، ودي القضيه الاساسيه لاجنده مؤتمر كوب 27. وكمان احنا الفرصه ان كوب 27 هو مؤتمر نخرج من مرحله التفاوض لمرحله التنفيذ، احنا بندعو ان احنا ناخد اجراءات تنفيذيه، وبندعو الدول المتقدمه انها تساعد الدول الناميه لتحقيق العداله المناخيه، لان العداله المناخيه بتكون مرتبطه طبعا زي ما قلت حضرتك بالعداله الاجتماعيه والعداله البيئيه. كمان مصر ركزت على الدور ده الفترة الأخيرة في مبادرة حياة كريمة، لأن احنا عندنا مبادرة حياة كريمة استهدفت القرى الأكثر فقرا، بدأت توفر حياة كريمة لكل الناس سواء في البعد الاجتماعي أو في البعد البيئي، وده بيحقق العدالة المناخية. كمان في عندنا مبادرة مراكب نجاة اللي أطلقتها مجموعة من الوزارات، دي بتستهدف الصيادين، وده برضو بيحقق جزء من العدالة المناخية. أعتقد أن كل المبادرات بتلف ودور حوالين مسألة الوعي ورفع الوعي بالمخاطر البيئية. لأي مدى شايفة أن الناس بتستقبل ده والناس ابتدت تعي مسألة أنه المناخ ومشاكل المناخ ما هيش رفاهية، لا ده بيأثر على أكل العيش وعلى الصحة وعلى كل حاجة؟
يعني خلينا متفقين ان مفهوم البيئة صعب شوية على الناس، لكن كل حد فينا تأثيره بيقدر يأثر فعلي على البيئة. يعني اصلا عشان كده بقول لحضرتك لما الموضوع يرتبط الناس تعي انه المشاكل المناخية دي بتأثر على اكل العيش، بتأثر على صحتنا، بتأثر بالزبط. على حياتنا العادية بشكل يومي، اعتقد انه هنا يجي حتة الوعي اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لحضرتك بالظبط كده، هو خلينا متفقين ان اصلا بدا الدعوه لقمه المناخ قمه الارض السوري في 1992 في ريو دي جانيرو، دخلت حيز التنفيذ سنه 94، بدات بروتوكول كيوتو 97، 2015 اتفاقيه باريس. اصلا هو الموضوع صعب على كل الناس، لكن احنا بنحاول نبسط المفاهيم البسيطه ان هو مرتبط بحياتك اليوميه، ان اقل تصرف، يعني مثلا الاطفال بنبدا نوصل لهم رسائل، انت مجرد ان انت تستخدم النور وقت احتياجك دي حاجه بسيطه بس بتاثر فعلا، ان مثلا نرشد استهلاك المياه دي حاجه بسيطه لكن انت فعلا بتشارك، فكل حد في المجتمع ليه دور. عظيم جدا. انتوا كمان يعني جولاتكم مش فقط هنا في شرم الشيخ، انتوا كمان عندكم جولات في المحافظات بالتزامن مع عقد قمه المناخ. بالظبط، احنا بالفعل نفذنا مجموعه من التدريبات الخاصه بالتوعيه سواء للشباب في بعض المحافظات سواء للاطفال، بنوصلهم يعني اصلا اهداف التنميه المستدامه، ايه البعد البيئي، ايه المحاور المهتمه بالبعد البيئي، ازاي نقدر نرشد استهلاكنا. وكمان اشتغلنا مع ذوي القدرات الخاصه، بدانا نوصل لهم رسائل ازاي انت يكون ليك دور فعال وازاي انت تكون من ضمن خطط التنمية. فاحنا كان شعارنا لن يتخلف احد عن الركب. المرأة والشباب والاطفال ازاي بيتفاعلوا مع القوافل اللي بتمشي ليها علاقة بمسألة التوعية البيئية وكده، واحنا بنقول انه دي من اكثر الفئات المتضررة مناخيا. هو زي ما حضرتك قلتي ان احنا بنحاول نوصل لهم الرسائل بان هو هيتأثر، فانت لو انت ما كنتش معانا على نفس المركب فبالتالي انت هتغرق، فلازم تحاولي توصلي له الرساله من مكانه هيتأثر بيه. يعني زي ما قلنا البعد البيئي هو مرتبط ارتباط تام بالبعد الاجتماعي، فهو مجرد ان هو يحس ان هو هيتأثر فبالتالي بيحاول يسمعك وبيفهم. طبعا بيبقى صعب لكن احنا ان شاء الله نحاول نوصل لكل الافراد. طيب عظيم، خطتكم بقى لما بعد المؤتمر، وهل ممكن يتحول التحالف ده الى تحول اقليمي مثلا، الى تحالف اقليمي يكون فيه تعاون مع منظمات المجتمع المدني الاقليميه مثلا؟ يعني هو احنا ان شاء الله بنحاول ان هو يكون فيه تعاون اقليمي وانه يكون ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، فاحنا هنبدا ان شاء الله بعد المؤتمر نشتغل على التوصيات اللي هيخرجوا بيها ونجهز كمان لكوب 28، هنبدا نعمل حملات توعيه، هنبدا نعمل تدريب وبناء وتاهيل مجموعه من الشباب ليكونوا سفراء عن التوعيه البيئيه والتصدي للتغيرات المناخيه، هنبدا ننفذ مبادرات لتحقيق العداله المناخيه. طيب لأي مدى شايفة ان كوب 27 ممكن يفرق في مسألة، احنا بنقول ان القمة الحالية قمة تنفيذ وليست تعهدات، لأي مدى شايفة انه هذه القمة 27 للمناخ ممكن ان تكون نقطة تحول او تحدث الفارق في مسألة القضية المناخية؟ يعني هي مصر بذلت قصارى جهدها لجعل المؤتمر مؤتمر تنفيذي، فاحنا نقدر نحدد ده بعد انتهاء المؤتمر وان شاء الله يقدر يتحقق. عظيم جدا. كان في طبعا رسائل كتير قوي انتوا قاصدين توصلوها من خلال اطلاقكم لهذا التحالف من هنا في قمه المناخ. يعني احنا بدانا فعاليه اول امبارح اللي هي كانت تظاهر عن العداله المناخيه، كنا بندعي زي ما قلنا الدول المتقدمه انها تساعد صناع القرار في الدول بالزبط المتقدمه بالظبط انها تساعد الدول الناميه. كنا يوم 11 وده كان متواجد كل قاده العالم، فكنا قاصدين ان احنا نوصل صوتنا لكل العالم ان احنا قوه واحده وان احنا كلنا بننادي بالعداله المناخيه. ابرز الشعارات اللي كنتوا رافعينها في هذه التظاهره؟ يعني هو كان في بعض الشعارات، كان معانا مجموعه من الافارقه وبعض الدول فيما يقرب 9 دول مشاركين. عظيم. كان كل حد بيتكلم عن الرساله اللي هي هو متاثر بيها. كانت ايه تقريبا؟ يعني مجموعه 9 دول تقريبا من جنسيات مختلفه. طيب الحقيقه انه مهم جدا ان صوت الشباب يصل، وده تم من يعني خلال يعني القوى المدنيه هنا في كوب 27 في شرم الشيخ، هام جدا انه يكون للشباب جزء كبير في يعني اتخاذ القرارات وصنع القرارات في شيء مهم زي قضيه المناخ. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنيه من اجل المناخ. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. ميرسي.